بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عدة أسئلة نحاول الإجابة عليها في مرحلة حساسة جدا، متقلبة، مضطربة، فيها فتن، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها. الأعداء متربصون، تأثيراتهم في واقع حياة المسلمين كبير جدا. ما بأيديهم من القوة العسكرية والقوة المادية الاقتصادية وقوة الإعلام وقوة التأثير على السياسة من خلال هذه الثلاثة، قوة كثيرة للغاية بلا شك أثرت على نمط الحياة في بلاد المسلمين وفي غيرها مددا طويلة. نشيلوا الكراسي ولا نعمل ايه؟ اقتربوا ونقول بلا شك أن هذه المؤثرات أثرت على نمط الحياة في بلاد المسلمين وفي غيرها، ولا شك أننا مأمورون بحساب قوتنا وقوة عدونا ومن يواليه من أبناء أمتنا. أعني أن هناك أبناء أعدائنا منا، لابد أن نضع كل هذا في الموازنات حين نقرر قرارا معينا. طبعا الموضوع الذي نتناوله اليوم هو الحكم الشرعي والفقهي في مرتبط بواقعنا في مسألة ترشح الأقباط وترشح المرأة على القوائم أو في الانتخابات عموما. ولما كان هذا أمرا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالواقع، بإدراك الواقع، كان لابد من إطلالة عليه، لأن كثيرا من القرارات التي اتخذتها بعض الطوائف المنتسبة إلى العمل الإسلامي، وقد يكون بعضها نابعا من بدعة أصلا، وقد يكون بعضها نابعا من جهل شرعي ومن جهل بالواقع، وربما اجتمعت الثلاثة عند الكثيرين. بدعة في نظرتهم إلى المجتمعات والبلاد المسلمة التي يعيشون فيها، مما يترتب على ذلك عداء مع المجتمعات أنفسها، وأظن هذا صار واضحا بجلاء لدى الجميع خلال مدة سنتين من الزمان تقريبا، من تصرفات جماعة الإخوان تحت القيادة الحالية، ومن تصرفات من يواليهم ممن انتسب إلى السلفية ولا يعرفها أو ينحرف في فهمها أو يستغلها ستارا لما لها من قبول بفضل الله عز وجل في أرضية المجتمعات. نقول جهل بالشرع، لأن الذي بيده اتخاذ القرار، طبعا البدعة دي معروفة، بدعة معاداة المجتمع وبدعة المجتمع الجاهلي بهذا الاصطلاح الحادث، إنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أربع من أمور الجاهلية في أمتي، هذا الذي يوضح بقاء الأمة وبقاء أفراد فيهم جاهلية ضمن جماعة المسلمين بل ضمن فضلائهم، مما يجعل كثيرا من الناس يختلط عليه الأمر بالمصطلح الجديد. حتى أصحابه أنفسهم كانت وجهات نظرهم في استعماله مختلفة، كانت وجهات نظرهم
ما بين أن هذا المجتمع الجاهلي مجتمع كافر حكومته وأفراده ومؤسساته وكل شيء فيه هو خارج عن الإسلام، وهناك من يقول بل مجتمع جاهلي بمعنى دار الكفر، وهذا ترتب عليه استباحة أمور كثيرة باعتباره دار كفر حيث لم يفرقوا بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي، أن التقسيم الاصطلاحي مبني على مراقبة جملة من الأحكام يتوقف عليها يتوقف كل منها على مناطق مختلف، أعني مثلا حل الدماء والأموال. بعض العلماء ينص على أن الأصل في دار الكفر حل الدماء والأموال، وبالتالي يطبق ذلك، مع أن هذا المناط كان مرتبطا، هذا الأمر هذا الحكم كان مرتبطا بأن عامة دار الكفر كفار. أما المناط الحقيقي فهو أن حل الدماء والأموال والأعراض منوط ومتعلق بالعصمة، العصمة لمسلم والعصمة لكافر، العصمة لمسلم بالشهادتين وبالصلاة وبالولادة لأحد أبوين مسلمين. الولادة لأبوين مسلمين متفق عليه، والشهادتين متفق عليهم، والصلاة على الراجح على خلاف. والعصمة لكافر بالعهد، وعندنا أربعة أنواع من العهود، والموضوع ده مرتبط ارتباط وثيق بهذه القضية أيضا التي نحن بصددها. عندنا عهد مقيد المدة، محدد المدة، وهو عقد واجب إذا تم عقده بين المسلمين وبين الكفار وجب الوفاء به إلى المدة إذا وفوا. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الدماء والأموال ليست مرتبطة، أو حرمة الدماء والأموال وإباحتها ليست مرتبطة بكون الدار دار كفر ولا دار إسلام، إنما هي مرتبطة بثبوت العصمة بالإسلام للمسلم والمسلمة، وثبوت عصمة وحرمة دم الكافر بالعهد. وأنواع العهود قلنا: عهد محدد المدة وهو عقد واجب الوفاء به إذا وفوا، لقول الله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وعقد آخر عقد مطلق غير محدد المدة، عقد جائز يجب على المسلمين الوفاء به ما لم ينقضه الكفار أو ما لم يبلغ المسلمون الكفار بانتهاء هذا العقد، وهو المذكور في قوله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فهؤلاء ليسوا أصحاب مدة، لأن الله ذكر أصحاب المدة في قوله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن ليسوا هؤلاء أصحاب أشهر التسيير، أصحاب أشهر التسيير معاهدين، ليسوا كفارا بلا عهد. الكفار الحربيين أمهلوا الأشهر الحرم، قال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. يبقى الكفار الحربيون كان آخر
الكف عنهم انسلاخ المحرم يوم 30 محرم أو رؤية هلال صفر. الكفار المعاهدون إلى مدة، مدتهم طالما وفوا بها إلى مدتهم 10 سنين. الكفار المعاهدون عهدا مطلقا غير محدد المدة أمهلوا 4 أشهر آخرها العاشر من ربيع الثاني سنة 10 من الهجرة، لأن النداء بسورة براءة كان في يوم النحر من حجة أبي بكر سنة 9 رضي الله عنه. فهذا الأمر مثل الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، ولابد أن يعني نجتهد في معرفة أكثر بنوع هذا العهد من خلال نصوص الكتاب والسنة، لأنه بيترتب عليه أحكام كثيرة، ولأنه أشبه العهود بما يحتاجه المسلمون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم عقده أولا لظروف حاجة المسلمين إلى هذا العهد عند أول الهجرة، والمسلمون ظروفهم حاليا إن لم تنزل عن هذا الحال أو قد نزلت فهي أشبه الأمور بذلك، وبالتالي فلا بد من معرفة أكثر لعل يكون لها موضع آخر. ولكن سنذكر بعض الأشياء ضمن الكلام لأنه متعلق بالمعاملة مع النصارى في بلادنا، لأن بلاد المسلمين منذ عهود الاحتلال وقد سيطر عليها الكفار الذين عامتهم من النصارى وبعضهم من الملحدين الشيوعيين، إلا أن وثائق الاستقلال التي انصرفت بها جنودهم وعساكرهم كانت متضمنة لأشياء كثيرة لم يكن بقدرة المسلمين ولا في استطاعتهم وقتها، وهم يحاولون التحرر من الاحتلال أن يغيروها، ولا حتى الدول الناشئة التي لم تكن محتلة لكن جيوش الدول الأخرى على حدودها، وهناك فرق هائل في القوة العسكرية بينها كالدولة السعودية مثلا، فإنها لم تكن محتلة ولكن نشأت جنود الاحتلال على أطراف الخليج ومحيطة بكل الدول، كان لابد من مراعاة ما أمرنا بمراعاته من الحساب. كما ذكرنا هذا النوع من العهد المطلق عقد جائز يسع المسلمين أن يعلنوا أطراف هذا العهد بما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حتى تكون أنتم وهم سواء في انتهاء العقد قبل أن تعد العدة للقتال. وهذا الذي طبقه الصحابة والسلف رضوان الله عليهم بطريقة لم يعرف التاريخ لها نظيرا، من أنهم دخلوا بلادا وفتحوها وخرجوا منها من أجل الوفاء بالعهود. مثل هذا الأمر أنه كان قد أعد العدة قبل أن يعلنهم بأن هذا العهد منتهي وفتح البلد، فردهم وسحب الجنود بناء على فتاوى أهل العلم في ذلك حتى لا يكون غادرا. ثم نوع رابع من العهود وهو عهد الأمان، وهو المذكور في قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وظاهر الآية وجوب إعطائه لمن أراد أن يتعلم الإسلام ويعرف عنه، وجوازه في غير ذلك لمصلحة المسلمين كتجارة كما في حديث كعب بن مالك: وإذا نبطي من أنباط الشام
ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرسل مسيلمة الكذاب لما أخبراه بأنهما على ما عليه مسيلمة من ادعاء النبوة قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فدل ذلك على أن من موانع قتل المرتد أن يكون رسولا، فإذا دخل بلاد المسلمين بأمان الرسالة فهو آمن حتى يرد إلى حتى يبلغ مأمنه. دخول التجارة وبيع ما يحتاجه المسلمون، ولا شك أن الكفار ينتفعون، هو من العقود الجائزة، ومدته مختلف فيها بين العلماء ما بين 4 أشهر إلى سنة، وهو الراجح لا يزيد على سنة إلا أن يخرج ويجدد ذلك العهد. وهذا العهد يجوز أن يعطيه أحد المسلمين ولا يلزم أن تعطيه الدولة الإسلامية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إجازة أمان المرأة قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فلو أجاز عبد مسلم أو أجازت امرأة مسلمة أو رجل مسلم فاسق لم يثبت خروجه من الملة، إنما صاحب معاصي، فأمان كل هؤلاء جائز، وواجب على كل مسلم أن لا يخفر مسلما في ذمته، يجب أن يحرم دماء هؤلاء الذين أمنهم دون نظر إلى حالهم الأصلي كما ذكرنا، يعني حاله الأصلي ممكن يكون كافر حربي كذلك النبطي من أنباط الشام الذي دولته في حالة حرب مع المسلمين. نقول هذه أسباب من أسباب العصمة وعقد الأمان. هناك فرع آخر فيه وهو عقد الأمان من الكفار للمسلمين، يترتب عليه أنه أمان منه لهم، فإذا دخل بلادهم بأمان لم يجز أن يسفك دما أو أن يأخذ مالا غصبا أو سرقة أو غير ذلك. فمثل هذا قال وهو قول جمهور أهل العلم الأئمة 4 ذكروا يعني هذا مذهبهم، وهو أن الكفار ما أدخلوا المسلم بأمان إلا وهم يستأمنونه، والأمان عندهم عند السلف رضوان الله عليهم بابه واسع، أعني أنهم يثبتونه بنحو إشارة، أشار لواحد أن ينزل مثلا من الحصن فينزل بناء على إشارته بغير سلاح فيكون قد أمن. حكموا على عمر رضي الله عنه بأنه أمن الهرمزان عندما قال له أنه يريد أن يشرب، قد قتل من المسلمين من قتل ثم أسر، وكان أحد كبار قادة الفرس، وأتوا به إلى عمر فطلب أن يشرب فأعطي كوبا من الماء، فقال يا أمير المؤمنين أنا آمن حتى أشرب هذا الكوب؟ فقال نعم، فأراقه في الأرض. وقال يعني ليس لك قتلي، فاغتاظ عمر جدا ما قصد ذلك، وإنما فقال لأنه كب خلاص هشربه إزاي، فقال الصحابة قد أمنته يا أمير المؤمنين. حاجة عجيبة، في أشياء كثيرة جدا عند أهل العلم من لا يلزم لفظ في ذلك، وزي ما قلنا يمكن أن يكون الأمان أمر من أمور العرف. كل من ثبت أمانه سواء كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر أو ثبت له عهد فكل هؤلاء معصومون، يحرم دماؤهم تحرم دماؤهم وأموالهم حتى يزول سبب الأمان. أما الكفار الحربيون المحاربين للمسلمين المحاربون للمسلمين فلهم أحوال أخرى، أعني ليس كل كافر حربي يباح قتله، فإن المرأة ممنوع من قتلها إلا أن تقاتل،
وكذا الوليد الصبي ممنوع من قتله مع إثبات أحكام الكفر عليه في الدنيا، وكذلك على الراجح العسيف الأجير الذي لا يقاتل، للحديث الصحيح أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة. فالذين ليسوا من أهل القتال، والتطبيق العملي للصحابة رضي الله عنهم في كل البلاد التي فتحت عنوة وكان فيهم ملايين من الكفار، لم يطبق قط القول القائل بأن الرجال البالغين جميعا إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. فهذا القول قول لم يعمل به في تاريخ الفتوحات الإسلامية، رغم أنه قول طائفة من أهل العلم، لكننا نذكر الراجح، لأن العسيف يعني الأجير الذي ليس من أهل القتال ولا يرفع سلاحا ولا يحمل سلاحا ولا يحسن قتالا ليس ممن يقتل. وكذلك الشيخ الفاني والرهبان في الصوامع الذين، والشيخ الفاني الذي لا رأي له، والرهبان في الصوامع الذين زعموا أنهم تفرغوا للعبادة، فكل هؤلاء رغم أنهم كفار حربيون فإنهم لا يقتلون. وكذلك من كان في قتله مفسدة على المسلمين، كما في قصة موسى صلى الله عليه وسلم قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وقال في قتل الفرعوني قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بهذا عندما استأذنه أهل بيعة العقبة في أن يغيروا على أهل الوادي، فقال إني لم أمر بقتال. وأنتم تعلمون أن أهل العلم من الأئمة من المذاهب الأربعة قد بيّنوا ونصوا بألفاظ مختلفة، بعضهم صرح بعدم النسخ، نسخ مرحلة الصبر ومراحل مرحلة العهد سواء العهد المطلق أو العهد المقيد. كل العلماء في أبواب الفقه المختلفة وفي أبواب في كتب الفقه المختلفة وكتب الحديث ومن كل المذاهب يذكرون أبواب الصلح مع الكفار، ويذكرون أن المسلم العاجز لا يكلف، وأن المسلمين إذا كانوا أقل من نصف عدوهم وغلب عليهم أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب الانصراف، وجب الانصراف وحرم الثبات والقتال، لأن هذا فيه إهلاك للنفس وإهلاك للمسلمين وهو من عمل الشيطان. يبقى لما نستوعب مثل هذه الأمور الشرعية التي أظنها غابت أتم الغياب عمن اتخذوا قرارات المصادمة في كثير من بلاد المسلمين مع مسلمين بعضهم ظالم وبعضهم معاند للشرع وخارج عن الشريعة، وبعضهم عاجز قد لا يستطيع أن يقوم بالأمر كما هو، وبعضهم قد يكون مجتهدا في اختيار موقفه. عندما اتخذوا قرار المصادمة والذي بني على التكفير بناء على البدعة العقدية الموجودة، يعني كان في بدعة وفي جهل شرعي وجهل بالواقع، جهل شرعي زي ما قلنا أحكام كثيرة جدا أنت لم تعملها على الإطلاق، ده أنت لو عملتها وأنت في قتال كفار يبقى هو ده الواجب. واحد من كان بأرض هو فيها مستضعف، من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل بآيات الصبر يواجب عليه الكف، وليس أنه يصادم بالمسلمين في معركة تؤدي إلى استئصالهم. وكذا يطبق هذا الحكم زمن يأجوج ومأجوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، لا قدرة لأحد بقتالهم. ويأجوج ومأجوج يقولون قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء.
والعياذ بالله بيقتلوا، عايزين موت ربنا من كفرهم وضلالهم، ومع ذلك المشروع تحريز عباد الله المؤمنين وليس الصدام بهم إلى مأساة عظيمة. بنقول إن البدعة اللي قالت المجتمع الجاهلي واللي معناها عندهم إنه دار كفر، واللي بنوا استباحة الأموال والدماء في دار الكفر دي على إن دار الكفر الأصل فيها إباحة الدماء والأموال، والصح إنها أصلا مش مرتبطة بالعلة دي، إن مناط الحكم في عصمة الدماء والأموال مرتبطة بالإيه؟ بالإسلام أو العهد أو المصلحة في الكفر الحربي، وليس أن ذلك يعني مناط اسم الدار ولو علتها أحكام الكفر، فضلا عن غياب الحكم الشرعي في مسألة تقسيم الدور إلى أن هناك دار يجتمع فيها المعنيان، معاني من معنى دار الإسلام ومعاني من معاني دار الكفر، من أجل كون أهلها مسلمين، كون شعائر الإسلام ظاهرة، كون الحكام القائمين عليها ينتسبون إلى الإسلام ولو كانوا في حقيقة أمرهم كفارا، فضلا أن يكونوا فساقا. أعني وجود أحكام بهذه الطريقة هو الصحيح، وليس أن التقسيم ثنائي فقط قولا واحدا. اللي خلى الناس تبني جواز القتل بما يعم إتلافه، التفجيرات والقتل العشوائي، فضلا عن تكفير طوائف بأعيانها بالعموم كالجيش والشرطة وبعضهم الدولة كل من شارك فيها وبعضهم الأحزاب، وأوسعهم من قال كل مشارك في العملية السياسية والانتخابات، وهو منظرهم في الحقيقة، أول منظر لهم ساروا كلهم على ركبه سيد إمام عبد القادر عبد العزيز، الاسم المستعار، الاسم الحقيقي سيد إمام بتاع كتاب العمدة في إعداد العدة وبتاع جامع العلم، الذي أصل إلى أن في كتاب العمدة في إعداد العدة أصل إلى أن كل من ارتد البدلة العسكرية فهو كافر، سواء شرطة أو جيش في كل البلاد، أو انتسب حتى لو كان لابس مدني بس إيه، بس ضمن الشرطة والجيش، ووسع جامد جدا في كتاب العلم وقال كفتوى صريحة على الهواء بعد أن خرج من السجن، مع أنه قد مراجعات لكن كانت مراجعات شكلية في الحقيقة، أفتى بأن جميع الذين شاركوا في انتخاب مرسي أو شفيق فهم كفار، 25 مليون واحد بفتوى بسيطة للعلم، ده منبعه من نفس المنبع فكرة المجتمع الجاهلي. بقول بدعة، هم نفسهم مش متفقين، بعضهم بيكفر زي ما قلنا زي شكري مصطفى، بعضهم بيقول بالتوقف والتبين، لأن هم دول وده الفكر القطبي على يعني الذي أصله محمد قطب والذي تشربه جماعة الجهاد والتوقف والتبين، إن في طبقة كبيرة من المجتمع، في مسلمين بلا شبهة وكفار بلا شبهة، وطبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، ولما يعوز يعملها ككفار يعملها ككفار، وهي مجهول الحكم لمن علم حقيقة حاله أن يعامله بمقتضى ذلك الحال، والتاني بيديله ممكن موقف لا مؤمن ولا كافر يكف عنه مدة محددة، وهذا الأمر من أخطر الأمور وهو الذي يؤدي إلى ذلك. بلا شك ان في يعني جماعات اقل سوءا في هذا، لكنها تهمل كثيرا من القضايا في هذا الباب عمدا، كالسروريين المسائل بتاع تارك جنس العمل، او اهمال الفرق بين الكفر الاكبر والاصغر، او الكفر الاكبر والمعصيه في ابواب الولاء والبراء، أوسع أبواب التكفير في العصر الحالي بسبب مسألة الحكم غير ما أنزل الله.
وهذه المسألة معروف تفاصيلها كما ذكرناها قبل ذلك. لكن هناك من يتعمد عدم التفرقة ويعمم الأحكام، ومع الجهل جهل الأتباع وعاطفة الشباب وعاطفة المظلومين، عاطفة المظلومية، تتضاعف فرص التكفير وملامح التكفير. ولذلك كل هذا الخلل حصل بسبب بدعة أصلية وبسبب جهل بعد ذلك بتفاصيل الشريعة حتى ممن ينتسب للعلم، ثم جهل بالواقع. الموضوع اللي احنا فيه مرتبط ارتباط وثيق بكل اللي بيحصل ده، لان المواقف احنا ليه حريصين على ان احنا نشارك، اللي يكون في مشاركة سياسية، لان احنا زي ما قلنا احنا عندنا ثلاث محاور أساسية ما لناش فيها: قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة إعلامية، ضعاف التأثير جدا أو منعدم التأثير. عندنا قوة دعوية أو وجود دعوي، وعندنا وجود مجتمعي من خلط الناس في مجتمعنا وقريبين منهم، الناس بحمد الله تبارك وتعالى بيقبلونا، وعندنا وجود سياسي، وكان موجود قبل الثورة بطريقة ليست كالموجودة حاليا. كانت بلا شك كانت مواقف سياسية، مش بس يعني إعلان، لا ده عمل. يعني إحنا كان في موقف من الثورة الإيرانية وعدم تبني أنها ثورة إسلامية، بل هي ثورة شيعية طائفية، والخطر منها داهم. وبالتالي تشرب أبناء المنهج السلفي عبر السنوات المختلفة بغض الشيعة على بدعتهم وعدم قبولهم كفصيل إسلامي وعدم اعتبار دولتهم دولة إسلامية يتولى فيها ولي الأمر المسلم الخليفة أو ولي الأمر أو الحاكم رعاية الشؤون، وإن احنا نقول دي دار بقى يجب الهجرة إليها مثلا. لا، كل السلفيين شربوا ان ده مش صح كده، مع ان جمهور اهل السنة لا يكفرون الروافض بالعين لعوامهم ولا لعلمائهم بتوعهم هم الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. مسألة التفريق بين العالم والعامي مسألة حادثة في الحقيقة. مناط الحكم مش انه عالم عندهم ولا لابس عمة سودة، العبرة ان هو اقيمت عليه الحجة او لم تقم، ازيل عنه شبهة التأويل ام لم تزل، صغير، مجنون، نائم، مكره، مخطئ، ناسي. 8 شروط بناء على ذلك هيقال ده عنه كافر ولا مش كافر. عقيدتهم فيها كفر، عقيدتهم فيها كفر، لكن ايه اللي خلانا ما نعتبرش دولتهم دولة اسلامية؟ باعتبارنا يعني شخص انها مش دولة اسلامية يعني كافرة، البعض قد لا ما نعتبرهاش هي دولة الخلافة ولا الدولة التي نلجأ اليها ولا نريد ان تأتي لتأخذ بلادنا وتنشر فيها الاسلام والعدل والرخاء والخير. لا، ده احنا من اول ما يجوا بنخاف وبنحارب وجودهم، مش كده؟ ده كان موقف اتربى عليه الاخوة، وإن كانوا مش واخدين بالهم، الله، احنا دولة قائمة وممكنين، ماشي كده، ومع ذلك بنعتبرهم أقرب إلى دولة التتار. زي ما أهل السنة كانوا دولة التتار عندهم دي دولة عدوة، للعلم برضو الموضوع ده لازم يدرس دراسة تفصيلية لأنه متعلق بقضية الطائفة الممتنعة، مع إن في درجات متفاوتة لدولة التتار دي وشعوب التتار نفسهم. كان في مراحل مختلفة ونوعيات مختلفة داخل الدولة الواحدة في توقيت واحد وفي توقيتات مختلفة. يعني كان هولاكو له حكم، جنكيز خان وهولاكو قبل ما يسلموا، قبل ما مش هم ما هم اسلموش، قبل ما التتار يعلنوا دخولهم في الاسلام، وبعدين اسلموا وبقوا على ما هم عليه من نظام جنكيز خان. بعض منهم كان ينزجر حين يزجر، زي قزان منعوا ابن تيمية بالوعظ والتذكير من دخول دمشق، وفي منهم من أظهر الشريعة وأدخل شرائع الإسلام وأظهرها في التتار زي الشيزبرون، وكان منهم جواهم
من المقاتلين الكافر الأصلي والكافر المرتد والخارج عن الشريعة والتارك للشريعة، وكل دول كل منهم له حكم، وابن تيمية بيتكلم على حكمهم جميعا أنهم طائفة ثالثة، ويعامل كل واحد منهم بعد القدرة عليه بما يستحقه. الأحكام دي لازم تدرس تفصيليا ولها وقتها برضو إن شاء الله، وإن كانت هي ما بتحتملش محاضرة في ساعة ولا في ساعتين، تحتمل دراسة تفصيلية كلمة كلمة. يعني الشيزبرون ده والله أنا معدي علي، أنا مع إني درست البتاعة دي بتاع 5 مرات ولا 6 مرات ومعدية عليا، مش منتبه لها بنفس الدرجة، إلا أن خدت بالي مع اقتراب أوضاع بعض البلاد العربية والإسلامية إن في نوعية هي صحيح ضمن نظام ماشي من زمان وضمن نظام يعني سابقا وضعوا رجل كافر زي القوانين الوضعية بالضبط، ولكن لما أظهر من شعائر الإسلام اختلف حكمه عند ابن تيمية ونص على أنه وضعه مختلف. وقزان ده كان مختلف عن إيه؟ عن غيره من المعتدين، واحد بتزجره بينزجر بيختلف عن واحد. وابن تيمية لم يعمم الحكم عليهم بالكفر زي ما البعض بيحاول النهارده يعمم على من دونهم بمراحل يعني احكام الكفر، فضلا ان النبره الحديثه لدى جماعه الاخوان ومن يؤيدهم ممن ينتسب للسلفيه يعني بغير حق اتهام الشعب نفسه. وانا كنت في اسوان الاسبوع اللي فات وانا زي ما تقريت لقيت اشرب يا شعب التفويض، ما بقاش دلوقتي الجيش والشرطه. ومحمد عبد المقصود كان بيقول في حلقه من حلقات الاسبوع اللي قبل اللي فات الشعب السيساوي، وان كل واحد ايد السيسي وصلني عن واحد شيخ منسوب للسلفيه بل للدعوه يقول الله يخرب بيته ويخرب بيت كل واحد ايده. وهذا الامر ايه ده؟ علامه تقول ذلك بلا وعي بلا ادراك للواقع الذي نعيشه. نرجع مره ثانيه ونقول الواقع اللي احنا بنعيشه ده الواقع ان في حاجه وربما تكون ضروره للوجود والمشاركه السياسيه، والحاجه دي وربما تكون ضروره. ليه بقول ربما تكون ضروره؟ لفظ الضروره والحاجه هو المستعمل في حق الافراد، واما بالنسبه ده استعمال عامه اهل العلم دائما يستعمل ذلك، واما الاستعمال في حق المجموع في حق ما تعم به البلوى على المسلمين يستعملون دائما لفظ المصلحه والايه والمفسده اكثر بكثير. لما تيجي تدور لحقيقه الحاجه والضروره هتلاقيها راجعه الى المصالح الخمسه المعتبره، وان بعضها يرجع الى انخرام اصل المصالح الخمسه الدين النفس العرض العقل المال، وان ما يهدمها بالكليه هيبقى ضروره، وان بعضها يرجع الى ما يضيق على الناس مصالحهم اذا لم يستعمل فيسمى باب الحاجه، وما كان من تكميل وتحسين في التحسينيات في هذه المصالح الخمسه سمي في باب التحسينيات. فهم قسموا الكلام ده مبني اصلا على المصالح والمفاسد المذكوره في ابواب المصالح والمفاسد. وبالتالي فلا بد ان احنا لما نيجي نتكلم على مجموع وعلى امه وعلى شعب وعلى ملايين الناس بل على الاف منهم، مش لازم اكون كل واحد في حق نفسه قد وصل الى حد المخمصه وخوف الهلاك. ليه؟ لان المجموع ده يترتب على وجود المفاسد الضخمة دي انه ولا بد ان ستنتهك دماء وايه وتنتهك اعراض، اللي هي من اصل الضرورة الخمس، وبامر بالغ يترتب عليه ضرر عظيم بالمسلمين. فعشان كده اللي بيحسبها لمجموعة مش بيحسبها لافراد، يعني يقول لك انا مش مضطر ان انا اشارك،
زي ما البعض كان عمال لغايه النهارده يقول لنا وكنا قلنا لكم ونصحناكم مش عايزين تنتصحوا بان انتم كنتوا خدتوا موقف العلماء الساكتين المشايخ الساكتين اللي لا نزلوا ايدهم ولا اعلنوا لا تأييد لدستور ولا مشاركه فيه ولا ايه ولا سيسي ولا رئاسه ولا غيره ولا انتخابات. وعشان من البدايه كده ما تتوقعوش ان حد من المشايخ الساكتين يكون مؤيد ليكم، ولان هو اصلا بيحسبها لمين؟ بيحسبها لمين؟ لنفسه. بيدور على ما بيدورش على المجموع اللي كان ممكن يحصل. انا ما افتتش وسكت في المظاهرات واحد كده، ما دورش ان الالاف اللي نزلت بناء على انه ساكت، لا يقول لك انا ما اتكلمتش، لا قلت اه ولا قلت لا. طب تصوروا ان كلنا سكتنا والناس كلها انجرفت في المظاهرات، واللي راح المظاهرات رجع فكريا نادر عدد قليل، اللي راح يا اما مات يا اما اتحبس يا اما رجع لنا مشوه. انا كمسؤول بتخذ قرار لمجموع، مش مجموع دعوه بس، بتخذ قرار لمجموع امه. ايه اللي كان ممكن يحصل؟ عشان كده بقول واحنا ليه مصرين على ان احنا نشارك في العمل السياسي رغم ان في ازمه شرعيه، يعني في مخالفات بتتم وانت اللي هتبشرها المره دي، مش هتسكت عنها. ده انت اللي هتروح تقدم الورق بتاع القبطي، وانت اللي هتروح تقدم الورقه بتاعه المراه، مع انها المره دي لازم هتكون موجوده وهم لازم هيكونوا موجودين. يا عم ما تفكونا من الموضوع ده، تعال شوف اللي حصل واللي منع وشوف اللي جاي ممكن يحصل ايه لو انت امتنعت. معنى كده بنجاوب على اسئله. واحنا خدنا ايه من العمل السياسي؟ ما البعض عمال يقول لك خدتم الاقرار بالكفر ومعاونه الظالمين، مع اننا ما عاوناش على ظلم نهائي، بس احنا ايدنا بقاء الدوله. لكن يقول لك كده انتم اصبحتم منفصلين عن الصف الاسلامي كله. هو فين الصف الاسلامي؟ ده الصف الاسلامي الباقي في المجتمع في الحقيقه اللي ما بيحاربوش ولا عايز يهده، هو ايه؟ هو الدعوه السلفيه وليس العكس. والتانيين ما يتقالش عنهم صف اسلامي الا بقيد، الا بانهم من اهل البدع او من اهل الجهل، ودي حاجه لا يشك فيها احد ان عامه الجماعات المنحرفه قادتها من الايه؟ من الجهال ومن اهل البدع بمن فيها الجماعات الكبيره حتى الاخوان. ما هو القيادة الحالية اللي بتتكلم على بالتكفير بهذه الطريقة، هو مين اللي طلع القنوات بتاعتهم تدعو إلى التكفير؟ معلش يعني هو الناس دول بيطلعوا من غير قيادة؟ اللي طالع يقول السيسي الخسيسي الكافر وجنوده والشيوخ اللي أيدوه والدون اللي أيدوه، هو ده طالع جابوه كده من غير غصب عنهم يعني؟ اللي طالع يقول انا كافر بالاله بتعبده يا محمد يا حسان، وكافر بالاله بتعبده يا عبد الله بن عبد العزيز ملك السعوديه، وكافر بالاله بتعبده يا احمد طيب وبالدين اللي انت عليه، هو محمد نصر ده طالع كده غصب عنهم في القنوات بتاعتهم؟ واللي طالع يقول الشباب في 28/11 ما ياخدش المصاحف بس، ياخد كل الادوات اللازمه للدفاع عن النفس، وانا بقول لكم اقطعوا ايديهم. والكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ لكن انا عارف ان في اخوه كتير ما سمعوش عشان ما بيدوروش ولا لهم تواصل مع الواقع، والصح انهم يسكتوا. والشيوخ اللي ما سمعوش الصح انهم يسكتوا لغايه ما يعرف، او على الاقل يحول ويفوض من سمع وعرف. عشان لما بنقول ان دي جماعه تحت قيادتها الآن قيادة مبتدعة في أصل من أصول كلية وهو أصل قضية الإيمان، وإن هم بيرتبهم على المجتمع كله أحكام وبيفرحوا وبيرضم بالقتل. لما عبد الرحمن البر ينزل تويتاية أن أنصار بيت المقدس أعدمت ضابطا مرتدا في سيناء لما الضابط أيمن قتل،
انت كده اثبتت ان انت على طريق الانحراف. انت الكتابات اللي بيكتبها قيادات احزاب كانت في يوم من الايام تنتسب للسلفيه وتدعي انها سلفيه، واسسها شيوخ يدعون السلفيه، وان هو بشرى عاجله ولا خبر عاجل. تاكد لدينا تفجير محطه بنزين في السويس، الحمد لله كذب هذا الكلام، لكن هو فرحان. والاحسن حاجه في الثوره انها تضرب ولا تدري اين ضرب الناس اللي ضربوا، يعني تفجر وتمشي. فرحان بالتفجيرات، فرحان بقتل الجنود. واحد تاني وجدي غنيم بيقول لك انا كنت موجود في سيناء، كنت شاركت معاهم في قتل الايه الجنود اللي اتقتلوا. قولوا لي يا اخواننا الكلام ده احنا نقدر نغفله ونفضل نعاملهم كما كانوا قبل ذلك؟ يوم ما كانوا بيقولوا على اللي بيقولوا الكلام ده ارهابي وجماعات ارهابيه ومتطرفين بنفس المصطلحات الاخرى، ولا الكلام ده اذا كان كده يبقى هم كذلك بهذه الطريقه. ما ينفعش ان انا اعمل بناء على واقع كان مختلف. عشان كده بقول معرفه الواقع ده حاجه مهمه. انا بقول انا ليه او كسبت ايه؟ انا كسبت اولا احنا كنا داخلين ليه؟ علشان البعض ما خدناش حاجه، جاب كله مفاسد. اولا بحمد الله لم نقر بكفر قط، كلام باطل وكذب. بالعكس الدستور الاولاني والثاني هم كانوا مستعدين يقروا بانواع تقترب من الكفر، والحمد لله لم يتم ذلك. ولان بعضهم قال لك يوم ما تقول قطع الثبوت والدلاله، مش عبد الرحمن الخالق مطلع فتوى بان احنا داخلين عشان نمرر لهم مبادئ التي قطعت الثبوت والدلاله وان هذا هو الالحاد والكفر، قايل في فتوى كده، مع ان هذا الذي جاهدنا كل المجاهده في منع تفسير كلمه مبادئ به. ماشي. وان مين كان بيقول قطع الثبوت والدلاله؟ الدكتور مرسي نفسه قدام مجتمع اجتماع للاخوان ومسجل بصوته والصوره. وان هذا التعريف لو انت هتحكم بان ده كفر يبقى ما تقولش ان النظام كان ايه او دولة نظام اسلامي وان انتم تركتوا الصف الاسلامي. انا بقول احنا بالعكس ده احنا كسبنا بفضل الله عز وجل. اول حاجة كنا داخلين علشانها العمل وهو الحفاظ على الدعوة، وزاد عليها الحفاظ على الدولة. لان احنا حقيقي لما قامت الثورة ما كانش الواحد متصور خيار الحرب الاهلية، كان خايف منه انه يطحن الاسلاميين بس، لكن ان تحش البلد في حرب اهليه وان البلاد توصل لسوريا وليبيا احنا ما كناش فعلا متخيلين. كان قلنا لا الدوله هتطحن الاسلاميين، فقلنا نحافظ عليهم. من اول قراراتنا بعدم المشاركه في المظاهرات كانت الموضوع ده هي اللي ايه اللي حطنا قدام عينينا، وما بعد ذلك لان القضيه بالنسبه لنا كانت هي دي الاصل عندنا. لكن الحقيقة ان احنا شفنا ان بلاد انهارت بالكلية، ان وصلت الحرب الاهلية ليبيا ومش راضية تقف، وسوريا ومش راضية تقف، والعراق ومش راضي يقف. طبعا واقف فين؟ واقف في الحتة اللي الغرب عايزة تقف. الموضوع ده واقف في الجنوب، مفيش حرب اهلية في المنطقة التي يسيطر عليها الشيعة في البصرة وما حولها، جنوب العراق. صح ولا غلط؟ آمنة، بس المسألة أمينة للشيعة ليست أمينة لأهل السنة. أهل السنة تم التطهير العرقي ومشيوا من البصرة وما حولها، وسكن الإيرانيون الفارسيون مكانهم بجنسيات عراقية، وأمينة في 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 الدولة الكردية اللي في الشمال الغربي، دولة مستقلة وعايشين زي الفل وسايبين زي ما متخطط بالظبط في النظام الخطة الأمريكية بأن المنطقة السنية. هو ما خلاش سنية، ده سلط عليهم الشيعة وقتلوا منهم قرب المليون، وما زالت البلد مشتعلة. لذلك بنقول الموضوع ده أحد الحاجات الأساسية اللي بتقول وبتخلينا نقول إحنا كسبنا إيه من المشاركة؟ الحفاظ على الدعوة، كانت مخاطر من الدولة القديمة من الأمن وغيره إذا لم يوجد وجود سياسي، ومخاطر من الإخوان إذا سيطروا، ومخاطر من الليبراليين لأن العداوة الشديدة والحقد الشديد على كل ما هو إسلامي بيظهر أكثر ما يكون في السلفية.
عندهم يعني رغبة في الإقصاء التام، إن الوجود السياسي بيحمي هذا الوجود الدعوي. حافظنا على الدولة، ودي قبلها في الحقيقة، بس لأن احنا ما كناش لما دخلنا مدركين إن المشاركة السياسية بتاعتنا هتفرق كتير جدا في القرارات المصيرية، وإن عدد كبير جدا بفضل الله عز وجل وقي من الدخول في الحرب الأهلية. طب لو احنا انسحبنا، هل الخطر ده زال؟ لو وجودنا بقى ضعيف، ما انت عندك وجود مؤثر، وجود مقبول، وجود ضعيف، انسحاب تام، هل الخطر ده زال؟ مين موافق ان هو لم يزل؟ الخطر ده لسه موجود، خطر الحرب الأهلية في مصر وتقسيمها لسه موجود. مين شايف انه زال؟ الله، طب ما مرفعوش ايديهم، مرفعوش ايديهم ليه؟ ها؟ الخطر ده موجود؟ طب ما انا عايز اعرف اللي موافق على الفكرة دي يرفع ايده. لا اصل انا ماشي، اصل ماشي خلاص. الخطر ده مرتبط ارتباط وثيق جدا بسيطرة احد الفصيلين او الفصائل المتطرفة في اي ناحية على المقاليد الامور، على مقاليد الامور. لو سيطر عليها جهاديون مثلا، داعش، هو مش جهاديون ولا حاجة، بس لما كان اخوان هيعملوا ايه في الناس؟ ولو سيطر عليها الليبراليون المتطرفون، العلمانيون، هيعملوا ايه في الناس؟ وبالتالي هيترتب ان الوجود الاسلامي ده هيسكت ولا مش هيسكت؟ هو لما هيتعرض للاباده هيبقى حله ايه؟ بيتعرض للاقصاء التام، يتعرض للاضطهاد زي ما كان محتمل وزي ما مطبق في بلاد كثيره. حلها عند الكثيرين هو حمل السلاح. يبقى احنا وجودنا السياسي مؤثر تاثير هائل في تحقيق توازن يمنع وصول الدوله الى حاله الحرب الاهليه والتقسيم. مش بس الحفاظ على الدعوه، قضيه الحفاظ على الهويه كانت احد الاهداف الاساسيه التي من اجلها شاركنا في العمل الايه؟ السياسي. انتوا تقولوا احنا الكلام ده مش هو الموضوع. لا ده هو الموضوع، عشان انا بقول لك انا ليه حرصت ان انا اتواجد في قوائم فيها نساء وايه؟ واقباط. او ليه بوزنها بان انا قابل ان انا احسبها في هذا الباب مصالح ومفاسد، وان انا في مفاسد ساحتملها، بل ربما سافعلها، مش هحتملها ومررها غير يعملها، لا ده انا هعملها زي ما بتعمل. نتكلم في السياسه الشرعيه في ان واحد لن يتمكن من الولايه ونشر ما يقدر عليه من العدل الا بقدر من الظلم. وكلام ابن تيميه فيها في منتهى القوه والوضوح، يتولاها ولا ما يتولاهاش؟ يتكلم على ان لو كان المفاسد والظلم ده، وان هو مش قادر يغيره كله، هو مش هيرضى بيه ولا هيأمر بيه، ولكن هيتم تحت ولايته. ابن تيميه اتكلم في السياسه الشرعيه وفي المظالم المشتركه، كلام غايه في الاهميه وهو مشروح، بس ما حدش لا من الاخوه ولا من الناس لا حضروا ولا سمعوا الا النذر اليسير. لكن مهم جدا نقراه النهارده، لان ده تشرب هذا الامر هو اللي بيطلع القرارات بعد كده، وهو اللي بيخلي الاجيال القادمه تستوعب ازاي احنا بناخد قراراتنا، وازاي هم المفروض يسيروا بعد ان يرحل الصف الحالي. والا فيوم ما يكون مفيش ادراك لكده هيشرب النوع الثاني، هيشرب المجتمع الجاهلي، المجتمع الكافر او المتوقف فيه او المعادي للمجتمع او معادل الشعب، وهياخد مواقف. عشان كده بقول لكم احنا كان لينا مواقف متعدده. احنا دعينا للمشاركه في اغتيال السادات سنه 81. الشيخ محمد راح حضر اجتماع الامن لغايه النهارده فاكرهول، علشان لما عرضوا عليهم من قضيه الاغتيال، هو كان ممثل للدعوه، قال لهم اسالوا المشايخ والعلماء، ولم يقبل ذلك، وبالاجماع الاخوه لم يقبلوا ذلك. وذلك احنا شاركنا في اغتيال السادات. طب اشتركنا من بعد اغتيال السادات لحد 94 ولا 98 في اي عمليات ولغايه دلوقتي؟
لا. طب احنا دلوقتي بنشارك في عمليات، طب ليه؟ مش ده موقف سياسي ومرتبط بموقف شرعي؟ عشان كده بقول لك الوجود السياسي مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاهداف اللي تحققت، واللي لو بصينا للمستقبل انها ممكن تزول مره تانية. يعني يقول لك ما كنتوا سكتوا احسن لكم. انا بقول لك يسع البعض ان يسكت لنفسه ويقول خلاص ده الكلام ده عشان غيره بيقوم بالمهمه. وعايز اقول لك وانا لا اراهم يسعهم، لانهم لو كانوا تكلموا ومنعوا الناس لقل بالتاكيد عدد الضحايا، لانك كثر انما انجرفوا بسبب الفتاوى الموجوده من المحرضين والاعلام الهائل الذي يستغل العاطفه ويجهل بالشرع ويستعمل العموميات التي في غير موضعها، وفي نفس الوقت يسكت الباقون. يبقى الشباب هيروح فين بعلم الواسع اللي عند الشباب بغير الشرع؟ ماشي كده؟ العلم بالفيسبوك، والعلم بالتويتر، والعلم بالجدل الفلسفي السوفسطائي، لكن علم بالشرع اضعف شيء. هيروح فين الشباب ده؟ وانا عارف اخوة اتقتلت من شبابنا احنا بسبب فتاوى بعض مشايخنا عندما لم يكن مدركا للواقع، وعندما افتى بان ما فيش مانع تنزله فحصل ما حصل، نسأل الله العافية. ارجع واقول وجودنا السياسي المؤثر محافظ على الهوية بما لم يحصل قبل ذلك بفضل الله عز وجل، انه اصبح قضية الحكم ما انزل الله، قضية ضبط الحريات، وقضية الولاء والبراء لم تعد في حسنا فقط، بل في حس قضية زي مرجعية الشريعة في حس الشعب كله. ولا حتى ليبرالي بيتجرأ انه يقول انا اريد ان تكون قضية التحليل والتحريم للناس وليس لله. كل يقول الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله، الا يعني قليل جدا ممن يتجرأ بالمخالفه. الكلام ده حصل ازاي؟ انه ما يقدرش يتجرأ على ذلك. قضيه مساواه الملل اقل منها شويه في حس الناس، لكنها بحمد الله لم تصدر قط في العلن الا عن الدعوه السلفيه. اعني ان الاسلام فقط هو الحق، وان من خالف دين الاسلام ولم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان من كذب القران وكذب رسوله فهو كافر ولو كان يهوديا او نصرانيا. اما الفرق الاسلاميه الاخرى فما اكثر ما قالت بمساواه الملل بعبارات صريحه او غير صريحه بناء على قضيه ضبط الحريات. بحمد الله تبارك وتعالى في الدستور، الكلام ده كله في الدستور الاول والثاني، انتقل من حس الناس الى ان يكون نصا في الايه؟ في الدستور. بالنسبة لقضية الشريعة، قضية الولاء والبراء لا، لم يمكن منها إلا النص على إيه؟ أن دين الدولة الإسلام. ماشي كده؟ دي ولاء وبراء؟ دي ولاء وبراء طبعا، لأن كانت مهتزة ومش عايزينها تتحط أصلا، وكانت مراد أن توصف بها فقط أغلبية السكان، وأغلبية السكان المسلمين ده وصف مجرد. أما أن دين الدولة الإسلام واللغة العربية اللغة الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ويرجع في تفسيرها إلى إيه؟ إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المضبطة، واللي منها الحكم اللي كانوا عايزين يردموا عليه ويلغوه تماما، وهو حكم 85. مش كلهم طبعا، بتكلم على العلمانيين القح يعني، اللي بينص على لزوم الالتجاء إلى الشريعة الإسلامية، عدم جواز إلى أحكام الشريعة الإسلامية، عدم جواز الالتجاء إلى غيرها، وجوب تعديل القوانين المخالفة للشريعة، عدم جواز سن أي تشريعات مخالفة للشريعة لأحكام الشريعة. كل ده في أحكام الشريعة، وأن المطلوب مهلة للبحث العلمي والتدقيق ومراعاة المصالح في ضوء التواصلات العالمية. يبقى بيأصل لأن الدولة دي ليست دولة خارجة عن الإسلام. أعود فأقول إحنا تصورنا إيه في اللي اتحقق ده من أجل ده جزء من الإصلاح بلا شك،
لو لم يوجد من يرعاه في المستقبل، لو وجد ولود ضعيف أو منعدم، ولود ضعيف أو منعدم معناها إن هذا الكلام أحسن أحوالي أن يكون حبر على ورق. من ناحية الدعوة تعرضها للإقصاء فكرا ووجودا في المجتمع، الوجود الدعوي والوجود المجتمعي والوجود السياسي، كل المغريات تبقى في الإبعاد التام والقضاء عليهم. خلينا نخلص منهم، هم الوجه الآخر للإخوان بالأسلحة الثلاثة الموجودة، الأسلحة القوى الاقتصادية والإعلامية والعسكرية عند اللزوم. هم تبصش لمصر بس يعني، لأن أنت ولو القوى العسكرية إذا أنت كن ليك موقف تاني زي ما البعض كان يقول لك ما كنت سكتت، أنت لو كنت سكت كان الموضوع اتحول تحويل تاني خالص. وديكم شايفين مشاكل كتيرة جدا ربنا بيسلم بحمد الله تبارك وتعالى، لأن المؤسسات فيها كل الأنواع، فيها نوع بيكره جدا وفيها نوع بيقبل وفي نوع بيتفرج. العدد الكبير اللي بيتفرج مستني يشوف، بس الحمد لله تبارك وتعالى انت بتكسب منه كل يوم ناس قابله، والاخوه حركتها في الارض بتوريها ان كم من الحواجز الوهميه والتصور الخاطئ عن الناس تجاهنا حاصل، وان الامر محتاج شيء يسير جدا من التواصل عشان احافظ على وجودي الدعوي ووجودي المجتمعي. وجودي المجتمعي ان انا في وظيفتي شغال، محدش قال شيلوه منها، في اسرتي محدش قال تبرأوا منه، في عيلتي انا فقنا الراجل بيقول ايه، اول ما قررت انضم لحزب النور اترشح العيله كلها 2% ربعويه او يعني تبع الاخوان معروفين، و98 قالوا لي ازاي تترشح مع الناس اللي بيقتلوا الناس ويحطوا لهم القنابل في الشوارع. فبيقول قلت لهم ده انا بقول لكم الناس دي مش كده. المهم جاب لهم الاخوه وكلموهم، العيله الحمد لله ايه اقتنعت واصبحت مؤيده له. يعني الناس فاضل لها حاجه صغيره خالص، نجيب لكم احمد الشريف يحكي لكم حاجات عجيبه الشكل في انفتاح القلوب للاخوه. الارض واقع مختلف بس محتاج حركه. الاعلام ده طول عمره يذبح فينا، ومع ذلك طول عمره ما بيجيبش نتيجه. بيجيب نتيجة طبعا، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تفتنوا إلا من هو مفتون. كل الكلام ده مقدمات في الجزء الأساسي في التقدير لماذا نقدم على أمور على الأقل شبهات. لا ده احنا بنقول احنا قناعتنا بأن هو ايه، بأن هو مرجوح. يعني هقول المجالس الجماعية التي ظهرت في الدولة الحديثة والتي تتخذ قراراتها بالتصويت، هي بالجماعة جماعة تشارك الحاكم جزءا من صلاحيات الإمامة أو صلاحيات الولاية، وقد تكون أكثر منه، قد تكون أكثر منه. يعني لو قلنا النظام البرلماني رئيس الوزراء اكتر من رئيس الايه الجمهوريه، المختلط على حسب النسبه، والمختلط عندنا اللي موجود دلوقتي البرلمان القادم صلاحياته صلاحيات الحكومه المنتخبه منه قريبه من صلاحيات الرئيس. الوضع هيتغير بعد الانتخابات اذا كان للافضل او للأسوأ، ربنا ييسر. وبالتالي فبنقول مجلس الوزراء ده مجلس جماعي، مجلس النواب مجلس جماعي، مجلس العسكري اللي بيتخذ قرار الحرب مجلس جماعي، القرار فيه التصويت، المحكمة الدستورية بالأغلبية، مجلس القضاء الأعلى اللي بيعين القضاء ويعزلهم، وكل دي برضو جماعي، وكل دي كانت إيه؟ كانت من صلاحيات الخليفة. إذن دي كلها من ضمن الولاية العامة، اتقسمت دلوقتي وأصبح رئيس الدولة له صلاحيات وغيره له صلاحيات. طيب هل المجالس الجماعية دي هل هي من باب الولايات أم هي وكالة؟ اختلف المعاصرون العلماء المعاصرون في ذلك، فمنهم من قال هذه المجالس وكالات، وجاب بيقول الوكالة يجوز فيها توكيل كافر وامرأة ومشاورتهم ولا عيب في ذلك اختيارا ابتداءً،
يعني يقول لما نعمل احنا دولة اسلامية حديثة وكلها اسلامية ممكن نعمل فيها كده. فبيقول ان الوكالة غير الولاية. الرسول صلى الله عليه وسلم قد استشار أم سلمة في الحديبية، وكان يستشير خزاعة، كانت خزاعة ابن نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم، وكان استأجر هديا خريتا في أمر الهجرة، وده أمر يترتب عليه حاجة هائلة في الدولة، بناء الدولة متوقف عليه. استشار عبد الرحمن بن عوف كل الناس بمن فيهم النساء في البيوت والعواتق في شأن عثمان وعلي، فبيقول استشارة ما فيهاش حاجة، المشورة تشمل هؤلاء ودي وكالة، وبالتالي فلا مانع من وجود النساء وغير المسلمين في المجالس دي بدون حدود، أقصد زي ما تيجي ممكن نزود عددهم أو نقلل عددهم حسب المصلحة. قول تاني بيقول هي ولاية ولكن للمجموع وليس للأفراد، كل فرد لا، ليس يلزم أن يكون فيه صفات الولاية أو صفات أهل الحل والعقد، بل العبرة بوجود هذا في المجموعة في الأغلبية، أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا رجال، أن يكونوا عدول، أن يكونوا ثقات مأمونين أكفاء، وليس يلزم في كل فرد من الأفراد، وده قول طائفة من المشايخ المعاصرين يرون ذلك. قول الثالث بيقول لا، ما ذكرتموه من الأدلة إنما هي في من ليس له تأثير على القرار، وما زال القرار في يد أهل الحل والعقد أو الحاكم، وبالتالي فالصحيح أن هذه المجالس في نوع من الولاية مشترك لكل فرد نصيب منه، وبالتالي يشترط أن يكون عند الاختيار، وعندما تكون الدولة دولة إسلامية والأمر بأيدينا أننا نختار من فيهم الصفات الإسلام، الذكورة، العدالة، الكفاءة، كل واحد. بل أصلا سلبيات آليات الديمقراطية في هذا الباب لابد من تداركها لو كانت دولة إسلامية، وما تتمش بطريقة الانتخاب المطلق، تتم بطريقة الانتخاب بطريقة أخرى من دائرة أضيق، وده اللي بنطبقه في الحاجات الدعوية. احنا ما حددناش ان كل الناس هتبقى اعضاء مجلس الشورى، صح؟ وما حددناش ان كل الناس هتكون في مجلس الإدارة، بل اعضاء مجلس الشورى الاول للدعوة انتخبوا بالاختيار وليس بالتصويت، ولا انتوا كل حتة اتخذت ذلك ليه؟ لان احنا بنقول يجب حصر هذا الامر في صفات معينة، وبعدين نديهم حق الايه؟ التصويت وانتخاب مجلس الإدارة الجديد بدلا من القديم اللي عينهم طالع نازل، ضرورة لذلك، وده أقرب إلى عمر اللي عين الشورى، والشورى إيه؟ هم اللي صوتوا على الخليفة. ماشي؟ إحنا كنا أميل من الثلاث أقوال، كنا وما زلنا إلى القول الثالث، وده بقول لك اللي طبقناه فعليا، إن لابد من حد أدنى من كل الصفات، لكن هذا كحكم عام بنقوله للأجيال الجاية لما ربنا يقدر لهم ظروف أحسن من ظروفنا. أما ما يبقى بعد كده في التطبيق على الواقع، لما نقول إيه اللي يحصل لو إن الواقع فارض مخالفة. أما الدورة دي دورة ذات أهمية قصوى، ما زالت البلد في حالة عدم استقرار، ما زال الوجود الدعوي والوجود المجتمعي والوجود السياسي معرضا للخطر، ما زالت الدولة نفسها معرضة للخطر اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، 50 مصيبة فيها خطر، ووجودنا عامل استقرار أساسي. أنه وجود الوجود المتفرج من الخارج ليس له ذلك الأثر، الوجود الضعيف مثل المنعدم، الوجود المؤثر والمقبول. احنا بقى بناء على ذلك قلنا ان هذا الامر ضرورة من الضرورات، او
مصلحته أعظم ولو فوتنا مصلحة أدنى باختيار من فيهم الشروط، ودفع مفسدة أعظم مفسدة الغياب اللي يتعرض العمل الدعوي والوجود المجتمعي والوجود السياسي للخطر الداهم الذي يعرض البلاد. أنا مش بقول إن وجودنا السياسي ده عشان دعوة بس، أنا بقولك عشان البلد كلها، إن في خطر على البلد إن غيابنا بالكلية عن وجود مؤثر أو وجود مقبول. فبناء على ذلك رجعنا لكلام أهل العلم السابقين السلفيين، صرف ما حدش يقدر يتكلم فيهم في مثل هذه المواطن، وجدنا أن منهم من يرى عدم المشاركة لأنه يتضمن الإقرار بالحكم بغير ما أنزل الله، ومنهم من يرى المشاركة ويقول هذا طالما تبرأنا من حق التشريع لغير الله كفانا ذلك ولو دخلنا في مجالس تشرع من دون الله. اللي بيتبنى الرأي الأول كان الشيخ الألباني اللي بيقول لا نشارك بالترشح من أجل الإقرار بالحكم غير ما أنزل الله وحق التشريع لغير الله. ورأي الشيخ ابن باز والعثيمين وحوالي 19 واحد 20 واحد من مشايخ السلفيين وغيرهم، بس السلفيين هو الأكثر، ممن يقول ولو كانت المجالس فيها حق التشريع لغير الله إلا أننا إذا دعونا وتبرأنا من قضية التشريع لغير الله ولو في خارجها يكفينا ذلك ونشارك المصلحة. وكنا بنقول المسألة دي اجتهادية، وكنا بنرجح في أوائل الثمانينيات والتسعينيات لغاية الثورة عدم المشاركة. لكن الحقيقة إن إحنا النهاردة العلة اللي بنى عليها من يمنع لأجل الإقرار بالحكم غير ما أنزل الله غير موجودة في واقعنا، بل نقول الكل ملزم بالحكم ما أنزل الله نظريا وتأصيليا ودستوريا. أنا عايز الإخوة وهي بتتكلم في الموضوع ده قولوا للمن يخالف اسمع الحلقة بتاعت وائل إبراشي وشوف أدي نوعية من الأقباط وأدي نوعية من الأقباط. لو أنت كان موقفك سلبي وسبتهم يبقى أنت بتأيد مين؟ يبقى بتأيد هؤلاء شديد التطرف، مش كده؟ اللي شايفينك ضيف ينبغي أن ترحل، أو شايفين الوجود الإسلامي احتلال لمصر يجب إزالته، وإن السلفيين دول داعش ودول هم هم الإخوان وهم هم اللي يجب إزالتهم وإدخالهم السجون، ده أحسن الأحوال، إن لم يجب قتلهم في الشوارع وقتلهم دايما أسهل عشان هم ملتحين، هم اللي بيدفعوا الفاتورة في كل مرة زي ما دفعوها في رابعة، الملتحين هم اللي دفعوا الفاتورة، وفي المظاهرات التانية تنين بيجرم ويسيب الملتحين يصطادوا، نسأل الله العفو والعافية كما في عدد كبير جدا، نسأل الله العافية المسلمين. أنا بقول إن العلة اللي منع منها من يرى جواز الترشح اللي بيقول عدم الترشح غير موجودة بفضل الله في الدستور وفي التأصيل، ولا يمكن أن يقول أحد يجب أن نقبل الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى أن اللي بيقول كده اللي هو الشيخ الألباني بيقول يجب المشاركة إذا ولد إسلاميين يشاركوا، يجب ويجب اختيار الأصلح. الشيخ الألباني الشيخ ابن باز والعثيمين كانوا بيفتوا المسلمين في الدول الكافرة باختيار أقل المرشحين عداوة للإسلام أو أقلهم مفسدة على الإسلام أو أقربهم إلى مصالح المسلمين، مع إنها دولة كافرة بالكلية، ويفتي بنفس الإجابة في الدول العلمانية. الحمد لله ليس هذا واقعنا، بل واقعنا النهاردة أن إحنا لا دولة علمانية بنص الدستور على الشريعة ولا مدنية، ده إحنا عملنا معركة جامدة جدا على إيه حكمها مدني وحكوماتها مدنية، ربنا وفقنا في ذلك ورحمة ربنا أوسع، وأشياء كثيرة جدا ضوابط الحقوق والحريات موجودة بضوابط جيدة جدا في الدستور. المعالم الثلاثة التشريع الحريات مساواة الملل الحمد لله لا يوجد شيء منها في الدستور المصري، وإن كانت في حاجة تبقى ممكن تبقى أحسن الكلام ده معرض للخطر، معرض للخطر. ولذلك وجودنا المؤثر وجود مهم جدا، وأنا لا أستطيع أن أترك وجود مؤثر كبير جدا بهذا الاعتبار. الشيخ الألباني له فتوى وضحت المعالم جدا في مناطق الحكم، سئل عن دائرة هيترشح فيها أو مكان هيترشح فيه نصراني ماروني
ودرزي وشيوعي، فأفتى بوجوب اختيار الماروني، وقال إذا كانت الدائرة سترشح فيها نصراني ولا بد لابد من أن ينجح فيها واحد، فاختار فيجب اختيار أقربهم إلى المسلمين أو أقلهم شرا على المسلمين. هذا الكلام اللي الإخوة لما تشوفوا هتعرف إن اختياراتنا دي لم تخرج قط عن اختيارات أهل العلم، بل هي الراجحة بدون مفاسد ضخمة في هذا الباب، رغم إن إحنا بنرجح أنها إيه من باب الاضطرار. واللي بيقول إنها من باب الاضطرار مين؟ اللي قابلين إنهم يكونوا معانا حتى من الأخباط. ده بيقول عبد الله بدران بيقول عليكم إن هنقبلكم من باب أكل الميتة، ترضي تبقي زي الميتة؟ ده بيكفروكم. تقول له إيه يعني؟ إحنا بنتكلم سياسة دلوقتي. ده بيكفرك ومش هيقول لك كل سنة وأنت طيب في العيد بتاعك، دي اعتقاده. معلش قولوا لي دلوقتي اللي ما راحش واللي مش هينتخب هيرجح أنه جانب؟ ها؟ والليبرالي والعلماني اللي هو عشان إذا أنت عشان تعرف أنت بتختار بالسلبية، أنت بالسلبية مشارك وفاعل، الترك فعل، الترك فعل عند جماهير الأصوليين، صح ولا غلط؟ والدليل على ذلك قول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعني تركهم التناهي فعل مش كده؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ولا يفعلون يصنعون. أنا مهم إن الإخوة تقارن بين ده وبين ده عشان تتخذ القرار. النبي صلى الله عليه وسلم، صح والله، هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو في ولاء وبراء أوضح من كده، وفي إن إحنا ملتزمين بالقضايا الثوابت أوضح من كده. إذا لما أقول لك إن المسألة اجتهادية في أصلها وأنا اخترت قول، لا يعني إن أنا فرطت في الثوابت، فضلا إن أنا بقول لك الكلام ده كفتوى من فتاوى كبار العلماء السلفيين الصرف اللي ما حدش يشكك فيهم. بعض الإخوة يقول إنني سأعطي الفردي ولا أعطي القائمة، خلاص أنت حر. أنا قلت لك دلوقتي أنت كده صوتت للقائمة الثانية، أنت كده نصرت المخالف والمغرب الدولي لوجود النصارى وأن الفتاوى التي جاءت الخلاف فيها سائغ، خلاص أنت حر وأنا سأرغمك. بس أنا وضحت لك حقيقة موقفك هيبقى إيه، ولو حصل وجود ضعيف فأنت الذي ستتحمل المسؤولية. الوجود الضعيف ده انا مش عايزك انك انت تروح وانا جايبك عشان اكلمك انت، ده انت صوتك بالنسبه لي مفروغ منه. انا جايبك عشان تتحرك على الارض حركه قويه، فرصه عظيمه جدا لاستغلالها في العمل الدعوي والوجود المجتمعي، ان انت عندك استعداد تتواجد بطريقه لا تلغي وجود الاخرين، ومش قادر يعمل معاك حاجه ولا قادر يقول ان انت لازم ترحل لان انت داعش. بيقولوها طبعا وللعلم يعني في خطة موضوعة لذلك، ان احنا حلنا الوحيد ان نقول للناس النور هو داعش. شفتوها البوست ده؟ ايه حل عندكم؟ بتعملوا ايه؟ الوجود على الارض، ما عندكش الهوى، الهوى الفضائيات مش معاك باسباب معروفة. هل سنستطيع التغلب جزئيا عليها؟ لا ادري، لكن الامر صعب. وجودنا على الارض، انا مش عايزك تقول لي انا مش رايح انتخب، ده انا بقول لك انت لازم تروح تقول لغيرك، وساعتها يبقى انت لا تلومن الا نفسك ولا تلومن الضعف اللي هيحصل على العمل الدعوي او الوجود المجتمعي او الاضطهاد للملتحين والمنقبات. انتوا حرين، اعملوا اللي انتوا شايفينه، كل حاجه يا اجتهاد سائغ يسع الكل ممن لا يدري ايه الموازنات اللي موجوده على الارض ان هو يجتهد. حضرتك مجتهد اجتهاد سائر. هقول لك انا بقلد المشايخ اللي ايه اللي ما لهمش دعوه، هم اولا يعني المشايخ الساكتين ما تسيبهمش قول، اقول لك انا هسكت زيهم، خلاص انت حر بس هتتحمل، لان انا بقول لك اللي حصل منهم ظهر الخطا فيه بوضوح، لان هم لو كانوا اتكلموا كان زمان الشباب السلفي ما حصلوش اللي حصل له. وفي النهايه هو اجتهد اصاب واخطا، لكن انت شايف قدامك البلد رايحه فين واللي بيحصل في البلد اللي جنبينا، فما الحل؟ يقول بعض الناس أنتم رضيتم الآن بأن يمثل النساء والأقباط، مع أنكم المرة السابقة اعترضتم أشد الاعتراض على أن يكون لك امرأة
واحدة في القائمة. أنتم إذا تداهنون، يبقى من المرة اللي فاتت نداهن لأن ما اعترضنا وبعدين حصل إيه؟ حطناها مش كده؟ يبقى أنت كاذب في أنك تتهمنا أن إحنا غيرنا، نحن نازل الأمر بمراعاة المصالح والإيه؟ والمفاسد. إحنا ها؟ وكل وقت له وضع، والنهاردة أنا فرض علي ذلك وجبت لك فتاوى الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، مش عاجبك؟ خلاص أنت حر. لماذا عندما وضع الإخوان المسيحيين قوائمهم لم نجيز لهم ذلك؟ وضعوه اضطرارا ولا اختيارا؟ معلش يعني وضعوه علشان هم عايزين يبعثوا رسالة للغرب بأن احنا قابلين بلا أدنى تحفظ، بل ان هم بالنسبة لنا مفيش أي مشكلة. احنا بنقول احنا بعتنا الرسالة ان احنا عند الاضطرار نفعل. شيخنا كانوا بيصححوا مذهبهم، لا 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 بيصحوا دينهم وملتهم، لا دول هم كانوا بيقولوا عليهم مش دول الكفار، لا كانوا بيقولوا عليهم الخلاف بيننا ليس في العقيدة، ليس هناك خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، الخلاف ديناميكي.